السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هناخد لسن 2 في كونسيبت ايه 2.3. 2.3 تمام، بيقول ايه بقى؟ أول حاجة Energy and Conclusion، يعني ايه؟ احنا خدنا الدرس اللي فات، خدنا إن أنا عندي ايه اما اخبط اما حاجة اما حاجة تخبط في حاجة اسمها ايه collisions او collisions تمام طيب يعني ايه الاتنين بيتصادموا ببعض تمام اتنين ايه بيتصادموا ببعض صح كده طيب وفاكر الكورة اللي احنا قلنا بتكسر الحيطة والدنيا اللي هي ريكينج بول وكده اه طب مش فاكر نرجع بقى الفيديو درس الاولاني صح كده طيب تعالى بقى نبص مع بعض look at this picture وبوت رايت اور رونج طيب during the collision أثناء التصادم أثناء الخبطة between two objects between إيه two objects there is no change of energy occur okay. مفيش change حصل في الانرجي ها huh? جابو جابوا كده جابوا كده في الشات هم hmm? Okay, bravo. يبقى إيه غلط طبعا في تشينج حصل في ال في الـ energy تمام طيب number two the motorcycle has a potential energy الموتوسيكل دي عندها potential energy as it is running on the street ها هي عندها potential energy وهي بتجري هم دي بتجري يعني بتتحرك يعني ايه يعني kinetic يعني ايه كاينتك يبقى الاجابه غلط برافو عليكم ماشي ذا the انرجي اوف ذا موتور سايكل بتتحول او بتتنقل تو ايس كريم cart during كوليجن ال ال الكاينتك انرجي اللي في الموتور سايكل بتتنقل لعربيه الايس كريم اثناء الخبطه يعني كان عربيه الايس كريم اتحركت لما اتخبطت صح برافو عليك برافو برافو ايه الشطاره دي ايه الشطاره دي ماشي برافو يلا بينا اللي بعده تمام energy and the collisions تعالى بقى نبص كده مع بعض هنا بيقول لي ايه when two objects لما اتنين objects bump or crash with each other اتنين خبطوا في بعض بيتخبطوا في كده we can say نقدر نقول a collision happens between them في تصادم حصل بينهم في خبطة ما بينهم صح كده؟ اه يبقى ايه تعريف ال collision؟ ايه تعريفها؟ it is a moment it is a, a moment هي اللحظة moment يعني ايه؟ لحظة مش بقولك wait a moment استنى لحظة صح كده؟ يبقى it is a moment where two objects جسمين هيت بيخبطوا or make contact أو يعني بيلمسوا بعض in a force forceful way يعني بيلمسوا بعض يعني بيلمسوا بعض بس بطريقة قوية تمام يبقى it is في دبانة عايزة أعمل لها تك على وشها <الشهر> طيب يبقى. يا ربي استغفر الله العظيم الكوليجن -collision, ال collision الخط collision الخبطة الخبطة it is a moment where two objects hit or make contact hit or make contact it is a moment where two objects hit or a or make contact in a forceful way in a a forceful way يعني بطريقة ايه قوية طريقة ايه قوية تمام يبقى الكولاجن هي اللحظة يعني ايه تصادم يعني ايه اتصدمت مع حاجة يعني لحظة حصل فيها خبطة ما بين جسمين تمام كده تمام، يا أما يقول لي it is a moment where two objects hit or make contact، أو أكتب له إيه على طول؟ collision، أكتب له إيه؟ collision، تمام؟ مم. طيب، example of collision between two objects، تعال بقى نشوف كده إيه، example على الـ ال collision الخبطة between two objects، يقول لي what happened؟ if you are running down the street لو انت بتجري ايه في الشارع ايه اللي يحصل what happened يعني ايه اللي يحصل لو انت بتجري ايه في الشارع without looking in front of you من غير ما تبص قدامك ودي حصلت قدامي وكانت ضحك في الشارع كله راجل ماشي كده احنا راكبين اوتوبيس وراجل ماشي سرحان يا عيني قوي وفي يافطه زي دي بالظبط قدامه فجاه سمعنا كده اللي هو في في حاجه الراجل يعني اتكسف وراح عامل باي باي للاتوبيس كله من كسفته وكان شكله يعني حاجه بجد صعبه عليا كل ما افتكر او اشوف اليافطه دي اضحك عليه ماشي اللي هو ايه يعني إني كان دماغه رن ترن زي دمج ماشي يبقى بيقول لك ايه اللي هيحصل ان انت لو ويزاوت لوكينج من غير ما تبص ان فرونت اوف يو من غير ما تبص قدامك and hit a traffic sign post وخبطت في الايه اشارة المرور دي ماشي علامة اشارة المرور بيقول لك in this situation انت هتعمل ايه في, في الموقف ده you will stop moving forward انت اما تخبط هد... هد... يعني معنى كده انك مش هتقف قدام يعني مش هتكمل مش هتكمل مشي صح كده اه ماشي بيقول لك يو مي باونس اوف انت ده ممكن ترد تاني كده وانت ماشي بدل ما توقف مش بتقف مكانك كده لازم ترجع ورا من الخبطه صح اه بيقول لي يو مي باونس اوف اند جيت انت ممكن تكون اتعورت كمان هنا بقى بيقول لي ذا ساين ترافيك بوست مي فايبريت عامل راح ترن كده ايه من دماغك يبقى ده اللي هيحصل ان انت اول حاجه ان انت هت مش هتكمل مشي قدام هتقف كده من الخبطه تاني حاجه ان انت ممكن من الخبطه اصلا تروح راجع لورا تاني تمام جسمك يرد لورا وايه وتكون اتعورت وتالت حاجه ان الساين ترافيك بوست دي تمام الترافيك ساين بوست دي اللي هي العلامه بتاعت اشاره المرور مكتوب عليها ستوب دي تعمل ايه رين فتام بتعمل ايه فايبريت صح كده اه يبقى ده كله ايه اللي هيحصل تمام تعالى نكمل طيب in the previous example في المثال اللي فات ده what are the changes and the transfer of energy that take place يعني ايه في المثال ده تمام في دبانه نفسي اعمل لها كولاجين على وشها والله العظيم في المثال اللي فات ده What are the changes؟ إيه التغييرات اللي حصلت؟ And the transfer of energy وال اللي اتنقلت إيه اللي حصلت؟ تعالى نقول مع بعض. أول حاجة هو ال الساين ترافيك بوست دي يا آدم أهو هبدأ أتكلم بقى بأسامي الناس ويكتبوا لي في الشات ماشي؟ هل الساين ترافيك بوست دي كانت عاملة كينيتيك إنرجي ولا مش عاملة؟ لو عاملة أعمل صح لو مش عاملة أعمل غلط. ها <applause> <applause> كانت عامله كاينتيك انرجي ولا لا الساين الترافيك ساين بوست كانت عامله كاينتيك الساين ترافيك بوست كانت عامله كاينتيك برافو يبقى ما كانتش عامله كاينتك دي كانت واقفه طب انا لما خبطت فيها انا كنت عامل كاينتك ولا بوتنشال جسمي كان عامل كينتك ولا بوتنشال كنت ماشي في الشارع كنت عامل كاينتك ولا بوتنشال برافو برافو يبقى جسمي كان عامل ايه جسمي كان عامل كاينتك فلما اخبط فيها برافو عليكم برافو عليكم ما شاء الله فلما اخبط ايه فيها الكاينيتك انرجي هتتنقل من جسمي الكاينيتك انرجي ترانسفيرز فروم هتتنقل من يور بادي من جسمك للايه للترافيك ساين بوست صح كده طب هي الترافيك ساين بوست هلاقيها مشيت على رجلها كده بقى ولا ايه ولا هعرف منين هي اتحركت ووصل لها كانتك من الرنه من الفايبريشن بتاعها يبقى الفايبريشن بتاعها عشان هي متثبته في الارض تقول لك والله ده انا لو هين عليها كنت مشيت بس ان النها... هي بتعمل فايبريشن كده يعني بص ليه كانها هتمشي صح كده ده هي بس ايه عشان ثابته مكانها فبتعمل فايبريشن يبقى يبقى ايه اللي حصل للانرجي اللي حصل ان الكاينيتيك انرجي ترانسفير اتنقلت from your body من جسمك لمين للترافيك ساين بوست طب ده ادى الى ايه ادى الى this leads to يعني ادى الى ادى الى ايه the vibration of the traffic sign post خلى الترافيك ساين بوست يوصل لها كاينتك انرجي فالكاينتك انرجي خليتها تعمل ايه vibration برافو عليكوا تعالى تعمل ايه vibration بص بقى خد بقى عندك حته جديده انت دلوقتي الكاينتك انرجي دي مفيش حاجه انت بتشوفها صح امال ايه اللي سمعتها دي معنى كده رن شايف الرن دي دي كاينتك انرجي اتحولت لايه للساوند انرجي للساوند ايه انرجي يبقى في ا بارت اوف يور كاينيتك انرجي في جزء من الكاينيتك انرجي changes إنتو يتغير لإيه؟ للساوند انرجي يبقى أنا ماشي عندي كاينيتك ووب مسكت لبست البتاعة بتاعت ستوب دي إيه اللي حصل؟ والله يا معلم أنت خبطتني فأنا قلت لي الكاينيتك انرجي لو كان عندي رجل كنت مشيت بس أنت مثبتني في الأرض فأنا أتحرك مكاني تمام تعمل كده ايه طب ماشي انت عملتي كده صح بتحركتي يا يعني ستي انا مديكي مديكي حركه ايه الصوت اللي طلعتيه ده لا ما هو الصوت اللي انا مطلعاه ده نتيجه الحركه صح نتيجه الكايتيك انرجي فشويه من الكايتيك انرجي انت اديتهم لي حولتهم لساوند انرجي عشان تعرف يا موكوس انك خبطتني صح كده يبقى أو في بارت اوف الكايتيك انرجي تشينجز انتو ايه انت ساوند انرجي تمام كده يا رب يكون الحته دي تمام الحمد لله كله مفهوم طيب يلا بينا check your understanding تعال نإيه نتشيك مع بعض تمام look at the following picture تعال نبص على ال picture دي ونحل ماشي طيب يلا هنا the bicycle has a energy as it is running on the street الـ 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 الـ, الـ, الـ البايسكل دي عندها ايه a energy وهي تجري ها برافو برافو يا سلام يا سلام عندها بريد عندها عيش لا طبعا عندها كاينيتك اه عندها كاينيتك عشان بتتحرك عندها كولويدز يعني بتخبط لا كارت عندها عربيه لا انا بقول عندها كاينيتك انرجي يبقى يعني الاجابه الاولى ايه كاينيتك برافو عليك طيب ماشي اوكي وينز ذا cyclist ايه ويز ذا بريد كارت إيه اللي يحصل لما الراجل اللي بيعمل الواد اللي بيسوق العربية ده عمل إيه؟ with bread card the kinetic energy of bicycle transfer to إيه؟ and the إيه؟ <applause> ماشي يبقى when the cyclist collides يعني خبط مع ال bread cord. صح كده الكاينيتيك انرجي اوف بايسكل ترانسفير تو ذا ايه ها ترانسفير تو ذا ايه ماشي عرفت والله انها كلايت تمام يبقى ترانسفير تو ذا ها كورت اند ايه برضو اند ذا بريد برافو يبقى هي تنقل كاريتيك انرجي للكارت والبريد معنى كده ان هم ايه عشان كده كل العيش ايه؟ اتبهدل كل ايه؟ اتبهدل تمام؟ كده خلصنا ايه؟ اكتيفيتي نمبر نمبر فور خلاص؟ آه نعمل الجزء الثاني في الفيديو الجاي حلو كده؟ الصوره منغمشه خالص ممكن نعرف نقولها برده ممكن ممكن اصورها بسرعه ممكن اصورها بسرعه طيب آه ممكن ننهي الفيديو هنا اوكي عشان نبدا معاكم في فيديو جديد هنقول في الاخر ايه تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد آه واللي محتاج اي سؤال يقدر ابعته في الكومنت او محتاج يشترك في نظام الاونلاين او عنده اي سؤال برضه يقدر يبعت على ايه 010 عشرة اتنين تسعة 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 عشر خمسة خمسة سبعة يا رب فهمتوا كويس يلا باي باي اقابلكم الفيديو الجاي